رسمة أمل. أنت أدهى، لأن التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي يحاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك أنت أدهى. أنت أدهى. صباح الخير لكل مستمعينا على الاف ام على 98.5 على هوا راديو روزانا، ولكل يلي انضم لنا عبر البث المباشر على صفحة راديو روزانا الرسمية على الفيسبوك. قصص نجاح السوريين والسوريات على وجه التحديد كتيرة، وكل امرأة سورية عم تتحدى كل الصعوبات اللي عم تعيش هي تجسد قصة نجاح بحد ذاتها. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن ومع النساء السوريات اللي قدروا يحققوا إنجازات ويبدعوا في مجال ريادة الأعمال في الأعمال والعلوم. بانتظار أنه تشاركونا عبر اتصالاتكم وتعليقاتكم، فيكن تتصلوا فينا على الرقم 0854-447-65 وعلى skype.rosana.gzt وعلى واتساب اتصال مباشر 090-350-52-38. كشفت بي بي سي قائمة أكثر من 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، وورد بين الأسماء 17 اسما من البلدان العربية. نور شاكر، ومن سوريا تحديدا كان هناك امرأتان ملهمتان كانتا ضمن القائمة. نور شاكر غادرت مهندسة الكمبيوتر بلدها سوريا في عام 2008 متجهة نحو أوروبا بسبب شغفها بمتابعة دراسة الذكاء الاصطناعي، وبعد أكثر من 10 سنوات نجحت في المجال الأكاديمي وقررت تحويل مهاراتها نحو مجال الابتكار. كانت إصابة والدتها بسرطان الرئة الدافع لها لنقل خبرتها نحو عالم الدواء، وكانت النتيجة التقنية رائدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتسريع في عملية صنع أدوية جديدة. جذب عملها اهتمام شركات دواء عالمية، كما وضعتها جامعة MIT الأمريكية الشهيرة على قائمة مبتكرين تحت السن 35 عام. تقول نور شاكر: نحن على مشارف عهد جديد في مجال الاكتشافات الطبية والصحية، فالخوارزميات الآن قادرة وحدها على تطوير وطرح قدرات هائلة للابتكار على نحو لم نعرفه من قبل، وبذلك سيكون بقدرة الأجيال القادمة الكشف المبكر عن أمراض قاتلة والوقاية منها، وكل هذا سيرفع من معدل الحياة ويقود إلى صحة أفضل. مروى صابوني هي إحدى النساء أيضا التي ذكرت على قائمة البي بي سي لعام 2019. تقول مروى: عندما اندلعت المعارك في مدينة حمص السورية، رفضت مروى الصابوني مغادرة مدينتها، وطوال تلك الفترة عملت المهندسة المعمارية على توثيق تلك الفترة في كتاب حكت فيه قصصا عن تاريخ مدينتها وأخرى عن عائلتها وأصدقائها من خلال نظرتها ليس فقط كمعمارية ولكن أيضا كزوجة وأم لطفلين تحاول أن تحميهما من أثر الحرب. كما وضعت مروى خططا لإعادة بناء حي باب عمر ليكون مكانا لأبناء المنطقة على اختلاف الخلفيات التي ينتمون إليها.
تدير مروى أول موقع يتابع أخبار الهندسة المعمارية باللغة العربية، كما حصلت على جائزة الأمير كلاوس لعملها في هذا المجال. تقول مروى: لا وجود لمستقبل بدون وطن، آمل أن نتمكن من رفع وعي الناس حتى نبني للجميع أماكن يشعرون بالانتماء الحقيقي لها. وليس من المبالغة القول إن أغلب المشاكل في زمننا هذا ستزول إن نجحنا بهذا. العديد من المشاريع التي غالبا ما تكون فكرة بالبال، ومنكم بحاجة جهة تدعمنا وتقدم لنا الاستشارة الصحيحة من أصحاب الخبرة. ولنحكي عن المنح التي من الممكن أن تقدم لمشاريعكم وكيف تقدروا توصلوا لها. بيسعدني أنه تنضم لي بالاستوديو الأستاذة علا أنيس، أهلا وسهلا فيكي. والأستاذة جودي رستم. أستاذة علا أنيس هي مسؤولة المشروع الاقتصادي في منظمة سبارك، أهلا وسهلا فيكم معنا. أهلا فيك، وشكرا لك وشكرا لراديو روزان على الاستضافة. أهلا وسهلا فيكم معنا. اليوم أستاذة جودي خليني أبدأ من عندك. منظمة سبارك هي يعني علا منظمة سبارك هي بتغطي عدد كتير كبير من المنح، سواء كان للطلاب الجامعيين أو للمشاريع الفردية أو ممكن يكون على شكل جروبات. بداية يعني أعطينا لمحة أكبر عن النشاط اللي بتقدمه سبارك. هلأ سبارك بصراحة مو بس منحة دراسية، في مختلف أنواع الدعم اللي بتقدمه، سواء دعم مهني أو اجتماعي أو حتى نفسي. فهي بتقدم هالأنشطة والخدمات للطلاب الحاصلين على المنحة، وأيضا لشريحة أخرى من المستفيدين، يعني من السوريين أو سواهم، حتى الأتراك فيهم كان يستفيدوا من المنحة يعني من الخدمات، وحتى كان في أحد المشاريع حتى العراقيين الموجودين طبعا بتركيا. هلأ بالنسبة للدعم من ناحية المهارات والتنمية، المهارات الاجتماعية هي بيتم عن طريق تدريبات. سبارك بتتعاون مع منظمات محلية بتقدم هالمجموعة التدريبات لطلابها. كمان في برنامج التمكين الاقتصادي بنقدم دعم مالي بعد حزمة مجموعة التدريبات اللي بنقدمها، بيكون للرابحين في المسابقات المشاريع الصغيرة بنقدم لهم دعم مالي لإنشاء مشاريعهم. فهل المهتمين بيكونوا من الطلاب؟ معظمهم بيكونوا من الشريحة اللي على وشك التخرج أو حتى المتخرجين. فيعني نظرة سبارك هي للخدمات المقدمة، هي مو بس إنه منحة دراسية وخلص بعدين تتخلى عن الطالب، لا، لمتابعته أيضا في سوق العمل التركي، في بحيث أنه إما عن طريق تأمين وظائف أو إنشاء المشاريع الصغيرة. نحن رح نحكي بتفصيل أكثر وكيف عم تكون آلية الدعم وكيف عم يتابعوا فيما بعد إطلاق المشروع، ولكن صار الوقت لنروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع من كافي. عم تسمعوا إعلاناتكن على 98.5 FM على روزانا. واو شو هالشعر الحلو، شامبو نسمة، وشو سر النسمة؟ زيت الزيتون والكرياتين. وإيديكي شو ناعمين؟ كمان كريم مطري نسمة بزيت الزيتون. قولي هون دفعة واحدة. الشامبو والكريم والواكس للشعر، أما المطري فللإيدين والجسم، وطبعا لا غنى عن صابون الغار. مع نسمة بتصير برقة النسمة. نسمة كوزمتيك وجودنا نفس المصنع يعدم جوالان إيرنلار. الوكيل العام شركة الحموي، الشركة الأولى التي تعمل حسب المواصفات التركية والعالمية. حبيبي لما بتطلع فيه شو بتشوف؟ بشوف صورة قمر مزين بخيوط الذهب. وانت قلتها. شو قلت؟ خيوط الذهب. بدي روح على مركز كلبك وأعمل تجميل خيوط الذهب لشد الوجه وإزالة التجاعيد لحتى يكون غزلك حقيقي وواقعي. إيه بأمرك. وبالمرة عندي شوية تشققات رح أعملهم، لأنه قالوا لي إنه المواد اللي عنده ممتازة. لك إيه بس أنا؟ لك من غير بس.
بأمرك أنا. قلت شي حبيبي؟ قلت هالقمر بيستاهل خيوط الذهب. كلبك موجود لا يعتني بجمالك. غازي عنتاب جنب محطة ماسل باري. هاتف 035-022-47-88. لإعلاناتكم على راديو روزانا الاتصال بالرقم 0555-0032-888. رجعنا لكم بعد الفاصل لنحكي بتفاصيل أكثر وكيف فيكم تقدروا وتوصلوا للأشخاص اللي بتقدم المنح والدعم المالي لمشاريعكم ولأفكاركم. أهلا وسهلا فيكم ضيوفي عن جديد. بدي أسأل أرجع لعندك جودي. جودي أنت أحد الأشخاص اللي يعني فازوا بمنحة الدعم المادي. خلينا نرجع للخطوة الأولى. كيف قدمتي على سبارك وكيف استفدتي من المشروع؟ هلا منحة سبارك هي فاتحة أبواب. بس قبل ما نبدا تكوني قريبة من المايك بعد اذنك. منحة سبارك هي فاتحة أبواب للطلاب السوريين موجودين بتركيا بكذا محافظة من قبل ما انا ادخل على الجامعة بكذا سنة. فانا وقت فلتت على الجامعة ودخلت على الجامعة كانت هي فاتحة باب التقديم. قدمت عن طريق رابط أونلاين، عبيت بياناتي وانقبلت بعدين بالمنحة. يعني صار في قبول أول، دعونا على المقابلة، المقابلة الأولى، ومنا هنا نختاروا الطلاب وصار في قبول النهائي. هل كان في شروط صعبة أو كان في يعني كيف كانت آلية التقديم؟ كان في بس إنه نحط بياناتنا. كان أول شيء كان بتضمن الطلاب السوريين معهم جنسية سورية. كان قبل ما كان فيه معهم جنسية تركية ما فيهم يقدموا، بس هلا يمكن صار فيهم. وكان بتضم بس معدلات عالية وشهادة البكالوريا. وهن كانوا يعملوا مثل نشاطات وشوفوا شخصية الطالب كيف رح بيكون ويقبلوا هالشي على الأساس. وقدمتي أنتي وقدرتي يعني تاخدي خطوة في هذا الموضوع، رح نحكي بتفصيل أكثر. بدي أرجع لعندك أستاذة علا، كيف بيتم الإعلان لتوصلوا لشريحة أكبر من الطلاب أو من يعني أشخاص يقدروا يستفيدوا من المنح اللي بتقدموها؟ هلا نحن في عنا نظام بيانات أونلاين موجود، فعند الإعلان عن سواء عن منحة سواء عن تدريبات سواء عن حتى مسابقة مشاريع أعمال، طبعا يعني مثل الواقع يعني الدارج هو إنه الإعلان بيتم عن طريق السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا سبارك له ويب سايت خاص فيها كمان بيتم الإعلان عن طريقه. هيك يعني بنحاول نتواصل عن طريق قنوات كمان قدر الامكان لنشر الاعلان. وقت اللي بيتم يعني مثل ما حكينا امبارح تحت الهواء اعداد كبيره بتتقدم للمنح، ويعني ممكن توصل لاكثر من 200 و300 شخص عم يقدموا على منحه واحده. كيف بتكون يعني الاختيار، آلية الاختيار بين الاشخاص؟ هلا هو بصراحه نحن كل ما بنفتح طلب تقديم على المنحه بيصلنا فوق 12000 طلب، بس فقط من تركيا. يعني نحن كمان عندنا منح في غير بلدان مثل الأردن ولبنان والعراق وسوريا كمان. فهلا بالنسبة لموضوع التقديم، الطالب لما بيفوت على نظام البيانات بيسجل معلوماته الشخصية، في آلية لنظام البيانات نفسه بتقييم الأسئلة، يعني ما بيتم عن طريق شخص معين بالضبط. فبعدين على أساسه إما بترشح المتقدم للمرحلة الثانية أو لا. بعد الترشح للمرحلة الثانية في بالعادة بيتم إنه مقابلات هاتفية مع الطلاب. بعد المقابلات الهاتفية بيتم عمل مقابلات شخصية وجها لوجه، هي بتتضمن نشاطات بتدل عن المهارات القيادية الموجودة بالشخص المتقدم، ما لا مع موضوع إنه رياضيات ولا حسابات ولا شيء. كمان في نقطة يمكن ما بيعرفوها البعض اللي هي إنه السبارك أثناء تقديم على المنحة ما بيطلع على معدلات الطالب بشهادة البكالوريا. في معلومات محددة أثناء تعبئة البيانات عن طريقة إما بتأهل للمرحلة اللي بعدها أو لا.
فبعد المجموع العلامات اللي بياخذها المتقدم بكافة المراحل هذا إما بيؤدي لقبوله نهائيا أو رفضه. في مرحلة ما بعد القبول لعدد كتير كبير من الأشخاص قلتي إنه في يعني معايير معينة يعني بتنوضها في حق، هل ممكن نعرف أكثر هاي المعايير اللي ممكن يعني تكون موجودة؟ هلا هو بصراحة نحن محكومين كمان لشروط الداعم، لأنه الداعم للمنحة له شروط محددة مين رح نتوجه لها المنحة لأي شريحة وشو مثلا آلية الخيال المدة، مثلا مدة المشروع، العمر، هالقصص بحددها الداعم مو نحن يعني مو سبارك. فهي بتختلف فعليا من منحة لمنحة حسب الخدمة. يعني هلا المنحة الدراسية حصرا لازم يكون لا يتجاوز العمر عن 24 سنة، بينما مثلا منحة المشاريع المالية لا، ما لا سقف يعني محدد، يعني اكيد لازم يكون يوث شباب يعني، فحسب الخدمة المقدمة يعني، وطبعا حسب شروط الداعم، فنحن بنحاول نوافق بين شروط الداعم والشروط المتعلقة بالمنحة. صحيح. بدي ارجع لعندك جودي، فيما بعد يعني قدمتي ونجحتي بالمرحلة الأولية، طبعا التحديات هون بتزيد أكثر لأنه بيكون في أشخاص كتير كمان مثلك هن نجحوا بالقبول الأولي، شو هي الخطوات اللي أخذتيها لحتى أنت يكون مشروعك مميز ويعني تقدري تنافسي؟ هلا نحن كان في كتير مشاريع، يعني يمكن كان في أكثر من 100 مشروع ربح خلالهم منهم 30 مشروع، فأنا ما كنت لحالي بالمشروع، كان في عندي 2 شركاء رفقاتي بيشتغلوا معنا بالمشروع، نحن أنا طالبة هندسة مدنية وهن طلاب عمارة، فنحن جمعنا يعني معلوماتنا سوا، دراستنا سوا، وطلعنا بمشروعنا. مشروعنا هو جهاز ليزري اسمه 360 ليزر بلان، بيعطي مراكز أساسات الأعمدة، بيعطي أجزاء ليزرية، بتعطي مراكز أساسات الأعمدة بالمنشآت الهندسية كافة المنشآت، يعني كانت ضخمة أو كانت صغيرة. أكيد واجهنا كتير تحديات، وكان في عنا كان في كتير مشاريع رائعة، وكان في كتير مشاريع ضخمة كانت عم تنافسنا، بس نحن بلشنا يعني بخطة العمل كيف نحن رح نبلش، فكرنا بالجهاز اللي تعمله، خطة العمل كيف رح مين رح يكون في عنا منافسين، كيف رح نسوق لجهازنا، من الشركات رح نشتغل معها، واشتغلنا يعني عملنا خطة عمل كاملة ودراسة كاملة للمشروع، كانت تسويقية أو اقتصادية، والحمد لله نجحنا بالمشروع. أنا بدي أرجع يعني لعندك لحتى نعرف أكثر كيف تم إعداد خطة العمل، لحتى يعني يكون في تفصيل أكثر لحتى كل حدا عم يسمعنا كمان يستفيد من خبرتكم. ولكن صارت معنا جاهزة ضيفتنا الأستاذة بدور العليان، هل هي جاهزة؟ صباح الخير أستاذة بدور. صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا أستاذة نور، يسعد لي أوقاتك. لكل حدا ما بيعرف مين هي بدور العريان، هي أحدى النساء اللواتي قررنا عدم التوقف عن أحلامهن في عام 2013، وبعد وصولك للقاهرة قررتي بدورك إنشاء أول مركز تعليمي نفسي لتقديم الدعم للأطفال الذين عانوا من اللجوء ولم يستطيعوا تجاوز هذه المرحلة. أصبحتي بدور رئيسة فرع سوريا للاتحاد العربي، رئيس مجلس أمناء بكرة أحلال للتنمية المتحدثة عن اللاجئين السوريين ب 2013. أهلا وسهلا فيك عن جديد. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، يا أهلين، ويسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المستمعين لنا. يسعد صباحك يا رب. بداية بدور يعني إذا بتشرحي لي شو سبب توجهك لتنشئي مركز تعليمي نفسي للأطفال، ذكرتي بأحد التقارير قلتي إنه هدول الأطفال ما قدروا يتجاوزوا مرحلة اللجوء. طبعا بداية أول ما دخلت مصر، خليني سمي حالي كنت مهجرة قصرية، ما بدي سمي حالي إني لاجئة، سميت نفسي مهجرة قصرية أنا وكتير أسر سوريين. أنا وصلت مصر بال 2012 ودخلت متحدثة عن اللاجئين السوريين بالمؤتمر العالمي اللي صار في القاهرة، فكان لازم حتى يكون في عندي مصداقية للكلام كان لازم أدخل على بيوت للأسر السورية المهجرة قصري مثلي. كانت بجولتي بالبيوت كان معي مرافقني ابني صغير، كان 4-5 سنوات، فكنت لما أدخل على البيوت أشعر خوف الأطفال وخوف ابني حتى من بعضهم.
إذا كانوا عم بيعانوا بداية اللجوء كانوا عم بيعانوا من أزمة نفسية واضحة جدا. تواجدهم الدائم بالبيت عدم رغم أنه مصر مشكورة طبعا عالمة للطفل السوري معاملة الطفل المصري وبيحق له أنه يروح على المدارس المصرية، ولكن نتيجة الظرف اللي عم بيعانوا منه، نتيجة الخوف اللي لسه ما زال موجود، كانت تلف ابنا بحضنا وتقعده، ونتيجة ظرف المدارس المصرية هون أنه ما في أماكن للأطفال السوريين فاكتفوا أنه يكونوا داخل بيوت. فأخذت نظرة أنه لا، اليوم هنا الأطفال السوريين بحاجة إلى مركز نفسي تعليمي نفسي، لأنه السيكولوجي عندهم بحاجة لمتابعة، بحاجة إلى نيتنا ننهض، بحاجة أنه نطلع من الأزمة اللي نحن فيها للأطفال السوريين. فكانت أول خطوة إلي أني عملت مركز نفسي تعليمي للأطفال السوريين. طبعا هذا الكلام اختلف من 7 سنين إلى اليوم. أكيد. اليوم المركز تحول، اليوم طلعنا من الأزمة النفسية، حققنا نجاحات كتير كبيرة، أطفالنا الحمد لله تفوقت، طلعنا من أزمات نفسية كتير كبيرة، كان في عندي أطفال رافضة تحكي، رافضة تتكلم. صحيح. اليوم لا، الحمد لله طلعنا من الأزمة النفسية، اليوم صار في عندي قصص نجاح، اليوم صار في عندي محاربة شيء اسمه انه هو غريب لاجئ، لا اليوم عم بطلع قصص نجاحات، عم بندمج بالمجتمع اللي ايا كان، بتكيف بكل مجتمع انا موجودة فيه. فيما بعد استاذة بدور انتقلتي من فكرة مركز دعم الأطفال التعليمي والنفسي الى مركز دعم المرأة السورية، برأيك اليوم لشو بتحتاج واحتاج منذ سنوات المرأة السورية؟ طبعا أنا ما انتقدت، ولكن هي كانت خطوة مرافقة للمرأة السورية، لأنه طبعا أنا بنظري وبنظر أي واحد موجود أو المجتمع، المرأة هي أساس، هي أساس المجتمع. فلما كنت أدخل على منازل بعدين السوريين ولا أصدقائي ولا أنا، كنت حس بهشاشة بالسيدة السورية. لا، ما هي السيدة السورية، سيدة سورية بيطلع معها، سيدة سورية لما كانت قدامي بال 2013 عم بتصارع الدنيا وعم بتصارع الشيء اللي انفرض عليها لحتى ترتقي. فكان المركز اصلا مخلوق للسيدة السورية، فانا المركز بيحتوي الان على 45 سيدة سورية فقط، انا عاملته للسيدات السوريات، يعني بيشتغلوا فيه من عاملات لمدرسات لمتابعات نفسيات، لا لا لا، حاولت لحتى مثلا هي وحدة تصنع أكل للأطفال بتقدم لهم إياه، يعني هي بوتقة نسائية تسمية ناجحة، فكنا إيد بإيد. شو اللي عم تقدموا اليوم بالمركز أستاذة بدور؟ طبعاً أول ما بدأت كان في مركز للأطفال الصبح والظهر، سميه صبحية سورية، تفضلوا على الصبحية السورية، كنت حط لهم فيروز للسيدات ونشرب قهوة ونحكي كل واحد شو مشاكل، نحكي كيف ممكن نلاقي حال، شو اللي لحال بدون أهله بدون أصدقاء بدون أقاربه، شو ممكن أنا ساعده. فكانوا يرتاحوا جدا نفسيا عندي، فكان ممكن أحيانا بالملتقى أدخل لاقي فيه 300 سيدة لمرة من المرة داخلة، فطلعت انبهرت بالعدد، العدد كان كتير كبير، ماني متوقع أنه السيدات عم ترتاح عندي وتجي. فأجت سيدة قالت لي تعي لا تخجلي عدي جنبنا اليوم حتنبسطي كتير معنا، هي افتكرتني انه انا من السيدات الجاية عم بتشد، هي اول مرة بتشوف المركز. فأكبر نظري انه سيدة تجيبني من ايدها وتقلي تعالي وتفضل عدي، هاي هو انجاز، خطوة نجاح إلي. صحيح. أيوة. طبعا نحن حققنا اول شيء، حاولنا نعمل شيء اسمه تمكين اقتصادي للسيدة السورية. انا بدي اوقف عند هاي النقطة، عن العوز والحاجة، عند نقطة التمكين الاقتصادي للمرأة السورية، كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع؟ نحن خلقنا شيء اسمه، خليني أنا سميته بمفهومي، سميته المدينة الفاضلة، عملت شيء اسمه مدينة فاضلة، هو بنك متحرك. يعني نحن على العملة المصرية كل سيدة كل يوم لما بنجتمع بتحط جنيه جنيه فقط بهذا الصندوق منا، يعني منا شخصيا، تمام؟ وهذا البنك المتنقي تمام بحقلة للسيدة تعمل قرض، وهذا له طبعا قوانين وله التزامات وله غرامات، أبدا مدينة فاضلة بكل ما تتوي الكلمة. لما بتعمل مشروع كلنا نساعد على تطويق هذا المشروع، يعني أول مشروع بتذكر نعمل فيه هو كان خياطة، ونعمل شغلة أطفال للبيع، فعملنا معرض بعناه وكان في مردود مادي رائع للسيد، واليوم الله يوفقها فتحت محل خاص فيها. في عندي المشروع الثاني كان هو بيع للأكلات السورية، كانت تاخذ وتشتري وتعمل أكل وتبيعه ونعملها، اليوم برضه
وهي من أشهر المطابخ الموجودة هون بأكتوبر. في عندي يعني حتى مو مثلا بسيطة تركيب بارفان مثلا، كان تأخذ قرض من الصندوق من المدينة الفاضلة، تأخذ وتعمل. ونحن مهمتنا اليوم المركز موجود ليعمل معرض وليسوق وليقدم هدايا، مثلا إذا بتشتري بيطلع لك هدية، فكنا نجذب الناس للسيد السوريات. بالفعل اليوم عندنا قصة نجاح ذات السوريات، منهم اللي اشتغل معنا وانضم كفريق للعمل معنا بالمركز، ومنهم من اللي أخذ بيئه الخاص فتح مشاريعه الخاصة بدأت من صندوق المدينة الفاضلة. أستاذة بدور، بدي أقولك يعني أنتوا اليوم عم تشتغلوا شغل رائع جدا، عم تقدري تدعمي المرأة السورية في بلاد اللجوء وتقدر هي تستقل بذاتها. حابة أخذ منك بعض النصائح للنساء اللي معك على السمع، اللي عم يحاولوا هنا فعلا ياخدوا خطوة حقيقية على أرض الواقع، شو بتنصحيهم؟ أول شيء لكل النساء وبالأخص المرأة السورية، سيدتي أنت مش بس مرأة للطبخ، يعني مثلا نحن بهيدي الأزمة انشرت أنه عنا سيدة سورية طبخة حلو طيب مطبخ، لا نحن عنا مثقفين، عنا أصحابين شهادات، عنا أصحابين خبرات، عنا فنانات، عنا ناس رسمة مبدعة، عنا ناس عملت تصاميم وصار في عندها تصميم وصار في عندها. إذا أنت مش بس مثل ما بيقولوا سيدة سورية والله حلوة وتطبخ، لا انت سيدة مثقفة. الى اليوم ما زلنا نعاني من نقص حقوق المرأة في العالم العربي بشكل عام، يعني الى اليوم المرأة غير حاصلة على حقوقها. الى اليوم ما زلنا كتب الأطفال فيها تمييز عنصري، كتب الأطفال الى اليوم نرى انه سلوى تساعد امها، مثلا رامي برا البيت مع أبوه. إلى اليوم قصص الأطفال اللي بنقرأ لهم قبل النوم هي سندريلا، بس مجرد هي الجميلة ويأتي الشاطر حسن ولا يأتي الأمير هو اللي بينتشله مش الشيء اللي هو فيه. لا، اليوم ليست وراء كل وليس وراء كل رجل عظيم امرأة، جانب كل رجل عظيم امرأة أعظم. أنت اليوم على خطى قريبة جدا من الرجل، أرجو أن تحافظي عليها وأرجو أن تبذلي بكل الكلمة. كل الشكر لك أستاذة بدور العريان وللنصائح الرائعة اللي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله كل حدا عم يستمعنا يعني يقدر يستفيد منها. أنا بتمنى لك تجربة تستمر بالنجاح والتألق. شكرا كتير لك ولحضورك معنا. شكرا لك ولجميع يسمعونا اليوم. إن شاء الله يا رب بلاقي السيد حرت من قيودة، حررت عدد قاليد بالي اللي باتت فضفاضة جدا علينا. إن شاء الله بإذن الله قريبا. كل الشكر لك. إن شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ نور. يا أهلا وسهلا. شكرا لك. بدي ارجع لعند جودي، وقبل ما يعني نكون مع استاذه بدور، حكيتي انك انت وضعتي خطه عمل بالتعاون مع الاصدقاء، هل بتذكري في نقاط اساسيه انت حطيتيها وباقي المشاريع كانت مفقوده؟ هذا الشيء كان يعني حافز لانك انت يفوز مشروعك بالمنحه. هلا اكيد كل المشاريع اللي فازت حطت نقاط، شو هي نقاط الضعف اللي بتكون عندها وشو هي نقاط القوه اللي بتكون بمشروعها. نقاط الضعف اللي لازم تحسنها ولازم ما تكون موجوده، وشو نقاط القوه اللي هي تكون موجوده بمشروعك ما انه موجود بمنافسك. نحن كان منافسنا هي الطريقه التقليديه بتحديد المراكز اساسات العامده للمنشآت. فنحن ابتكرنا هذا الجهاز، هو هذا الجهاز اسمه، انا ذكرت اسمه 360 ليزر بلان. اسم الجهاز نحن ابتكرناه من انه 360 لانه جهازنا بيشتغل على 360 درجه، بيعطي الاشعه الليزريه على 360 درجه. فنحن جهازنا بيعطي هاي المراكز بدقه عاليه وبسرعه وبدون اخطاء، لانه الطريقه التقليديه بتكون فيها كثير اخطاء، بتكون طويله وصعبه. فنحن جهازنا بيعطي، رح يعطيها بدقة كتير، دقة تامة إن شاء الله.
سرعة وسرعة وسرعة. المنقذة علا، بدي أسألك اليوم عم المنح ما زالت مستمرة ولا زالت، هل هناك أوقات معينة لازم اللي عنده مشروع فقط في هذا الوقت هي متاحة المنح، أو لا أي حدا عنده فكرة مشروع فينه يعني يتقدم لسبارك أو يزورن على الموقع الإلكتروني ويطرح مشروعه وممكن يلاقي الدعم؟ سؤال حلو. هلا هو بالعاده بيصير اعلان عن مجموعه التدريبات، ومرحله يعني متابعه التدريبات هن اللي بتاهل الحاضرين للتدريب للانضمام للمسابقه. هلا اكيد اذا في حدا مثلا عنده فكره ناضجه لمشروعه وبس عمل شويه متابعه مع المدربين فيه يتاهل انه يشارك بالمسابقه، بس المسابقه دي يكون في لها وقت محدد للاعلان. بيكون في اوقات محدده. هل في اوقات ثابته دائما عند سبارك بهذا الوقت دائما المنح مفتوحه؟ لا مع الاسف. هلا في اوقات محدده يعني بيتم فتح المنحه فيها، بيتم الاعلان عن المنح فيما بعد وقت اللي يعني بينجح الشخص مثل جودي نجحت وقدرت ان هي تتميز بمشروعها وتحصل على الدعم المادي لمشروعها من منظمة سبارك، هل في خطوات متابعة في يعني على أرض الواقع لحتى تدعمها بمشروعها؟ أكيد. هلا جودي وقعت العقد من جديد مع سبارك مشان موضوع المنحة المالية للمشروع. هلا بتيجي فينا نعرف قيمة العقد؟ لا أكيد. هلا هالسنة كانت 8000 يورو بس المنحة أكيد رح تنتحوي لبالليرة التركية. فبعد يعني بعد تحويل المبلغ، المبلغ بيتحول على دفعات. الناجح بهاي المنحة المالية لازم يكون انه عنده توثيق مالي لأي شيء رح يصرفه بقيمة هذا المبلغ فيما يخص المشروع. خليني أكيد أوقف عن نقطة التوثيق المالي. فضل. هل هي المقصود فيها أنه الفواتير أو نعم. أي شيء هل بيكون في عندكم أنتوا أخصائيين قانونيين وبالشأن المالي بيساعدوا بهاي النقطة؟ هلأ الرابحين رح يخضعوا لمرحلة مثل خلينا نقول توجيهية فيما يخص أو إرشادية فيما يخص هالأمور، هاي رح يحضروا فترة بيتم إرشادهم من قبل مختصين بكل هالمجالات، سواء مجال المصادر البشرية اللي بتخص مشروعهم أو الأمور المالية أو الأمور القانونية. فحضور هذا الإرشاد هاي الفترة يعني هي ما أكثر من أسبوع رح يأهلهم لأنه يكونوا قادرين على إدارة مشروعهم بشكل أفضل. نواحي التوثيق المالية رح أكيد نساعدهم فيها عن طريق كمان شركائنا، رح نحاول نساعدهم قدر الإمكان بحيث أنه تكون توثيقاتهم نظامية. بعدين بيقدروا هذاك الوقت يتابعوا بمراحل مشروعهم بحيث ياخذوا الدعم الدفعات الثانية. بعد تسديد المبلغ بكامل رح يكون في متابعة من قبل سبارك وزيارات تقييمية، وكمان أكيد خدمات الإرشاد على طول دائما موجودة بحيث أنه نحن ما نتركهم هيك لحالهم بأول الطريق، لأنه يكون دائما في متابعة لهم. وسبارك كمان عم تشتغل على توزيع بصراحة المشاريع هاي بحيث أنه تخطط بمشروع قادم بالمستقبل لأنه دعم المشاريع المؤسسة، مو أنه لتأسيسها ولكن المؤسسة ولكن لتنميتها أكثر. فإن شاء الله بيكون يعني للرابحين فرصة باستمرارية تلقي الخدمات من سبارك. إن شاء الله يا رب، يعني بنتمنى كل حدا يقدر يوصل ويستفاد من هذا من هاي المنح اللي عم يتم تقديمها أو دعمها. ختاما معك جودي بدي أسألك شو هي أهم النصائح اليوم أنت وصلتي خلينا نقول اللبنة الأولى في مشروعك، فشو بتنصحي كل النساء أو الصبايا اللي عندهم مشروع الخاص وحابين يقدموا؟ أول شيء ما يخافوا، يعني يمشوا على هدفهم، ما يتراجعوا وإذا واجهتهم صعوبات عوائق ما يتراجعوا، ما يقولوا لا خلاص نحن رح نوقف وما رح نكمل، يكملوا. دائما في فرصة، دائما في فرص، دائما نحن أخطأنا بنتعلم منها، ودائما في فرصة جديدة وباب دائما بتنفتح لنا. فهن لازم الوحدة تستمر على هدفها، تكون واثقة بحالها، أهم شيء ثقة بالنفس وثقة أن أنا رح أوصل وثقة برب العالمين. أكيد دائما يعني نحن بنتمنى إلك ولكل حدا عم يمشي بخطى ثابتة كل
التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب، وان شاء الله بنشوف يعني مشروعك من المشاريع العالميه. كل التوفيق لك جودي رستم، شكرا كثير لك لحضورك معنا. شكرا لك. غالباً بيكون أصحاب التجارب الحقيقية هن المحفزين إلنا لنعرف كيف نساعد أنفسنا. ريم رجب هي إحدى النساء اللي عم تسعى لتاخذ الخطوات الأولى في مشروعها لمنصة التسويق الإلكتروني. كتير من النساء قدرت إنه فعلاً تستفيد من المنح المقدمة عبر المنظمات، ولمشاركة أصحاب التجربة والاستفادة من خبراتهم بيسعدني إنه تنضم لألي بالاستديو السيدة مريم رجب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. كيفك اليوم؟ إن شاء الله بخير. اليوم مريم أنت مشروعك منصة دليل الشركات والخدمات في تركيا للتسويق الإلكتروني، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. وبمشروعك بداية خليني أعرف كيف قدمتي على المشروع أو على المنحة وأخذتي خطوة أولية. تمام. أول شيء بداية أنا بحب أشكر روزانا اليوم على اللقاء، وبحب أشكر القائمين على مشروع Stay for Life، الأستاذ جهاد لمنظمة الرحمة للبوصلة، لكل جميعا القائمين على هذا المشروع وهذا البرنامج. مشروعي اللي بلشت فيه أنا بشتغل بالتسويق الإلكتروني الرقمي، فحبيت أعمل تطبيق هو تطبيق وإله واجهة موقع إلكتروني بضم فيه شركات كتير عربية موجودة في تركيا، والتسويق لهي الشركات والخدمات عن طريق تسويق لهذا التطبيق. أستاذي علا بدي أسألك، في حال كان في مثل مشروع ريم كان في يعني هن أخذت خطوة بالمشروع وكان له ستيب أولى، خلينا نقول هل ممكن هي تتقدم مثلا لمنحة بمنظمة تانية؟ يعني هي هون حاصلة على منحة من منظمة رحمة، ولكن هل هي فيها تقدر تحصل على منحة يعني من جهة أخرى لتقوي مشروعها وتدعمه؟ إيه أكيد أستاذ نور. هلا بظن هذا توجه أكترية الرابحين في المشاريع الصغيرة أو أصحاب الأفكار الناجحة، إنه عم يتوجهوا لأنه ياخدوا أكتر من دعم مالي واحد، انه بس انه حسب شروط، اكيد كل منحة لها شروطها. يعني مثلا مثل جوسكيب لها شروط انه يكون عندهم دعم مالي بقيمه 25% من قيمه المنحه الكامله، فانه حتى لا تقدر تدعمهم بمشاريعهم. يعني حسب كل منحة لها شروطها، اكيد يعني هذا الشيء ما بيخفي عن الشغالين بهذا المجال. مثل ما ذكرت لحضرتك سابقا انه سبارك كمان شغاله بمشروع مستقبلي على موضوع انه دعم المشاريع الناشئه. دعم المشاريع الناشئه، نعم، يعني مو لانشاء ولكن لتوسيعه، توسيعه فيما بعد. ريم انطلقتي بفكرتك بشكل اولي، خلينا نحكي يعني هذا الانطلاق هل هو كان في تحديات؟ يعني انت اليوم عم تعرضي منصة بين الاف وممكن نقول ملايين المنصات اللي ممكن تكون عم تعرض ذات الامر،
شو هي التحديات؟ مظبوط، كان في تحديات في بداية الأمر، بالذات أنا المجال العمل اللي عم بشتغل فيه هو التسويق الرقمي ما كتير متعارف عليه بمجتمعاتنا، فما كتير في ناس بتعرف أهمية هذا الشيء ولا الأهداف اللي ممكن يحققها هو بالأخير أو ممكن الأرباح اللي يوصل له. فهذا كان أكثر شيء واجهني، إنه أنا كيف أقنع المجتمع أو أصحاب الشركات أو أصحاب الخدمات في أهمية التسويق الرقمي، إيش ممكن يحصلوا بالأخير النتيجة وكيف فيني أنا أفيدهم. فهي كانت في مواجهتي أول خطوة عملتها. أنا اقترحوا علي استاجهاد إنه أنا أعمل مثل صفحة على منصة إلكترونية أجمع فيه عدد كبير من الشركات والخدمات موجودة عنا في تركيا وأعمل تسويق لهي الخدمات والمنتجات. فمزبوط عملت وقتها هي الصفحة، بلشت فيها من بشكل مجاني. الخطوة الأولى هي بشكل مجاني نشر على هي الصفحة، ووصلت لعدد كتير كتير منيح من المتابعين، وصار في عندي شركات حتى طرحت عندي يعني عندي منتجاتها، وعم بشتغل على هذا الشيء كتير منيح. هاي أول خطوة، ما توقعت إنه راح تكون ناجحة هيك، بس يعني كانت كتير منيحة. بعد ما شافت الناس الإقبال على الموضوع أو الترويج الأولي للمنتجات، يمكن صارت شوي تأخذ فكرة أكبر عن موضوع التسويق الإلكتروني أو الرقمي. شو هي خطواتك بالأيام الجاية وأنت بحاجة شو؟ لا، هي الخطوة الأولى لهي المنصة، الصفحة اللي عملتها على المنصة هي خطوة صغيرة، ممكن رح أكبرها، رح أعمل تطبيق بضم بوابات متعددة باختصاصات متعددة، كل اختصاص رح يندرج عليه شركات وخدمات معينة لهذا التطبيق، وأروج لهي المنتجات عن طريق الترويج لهذا التطبيق، ورح يكون له بوابة معينة، هو موقع إلكتروني كمان لهذا التطبيق، ورح كمان رح يكون في ترويج للمنتج نفسه على صفحات المنتج نفسه، كمان ترويج بطريقة احترافية مع تصاميم جرافيك رح تنزل، مع تحديد أول شيء للعملاء اللي هن مخصصين لكل منتج لكل خدمة، بعدين الترويج لهذا المنتج أو الخدمة. يعني أنت عم تحكي عن عمل هائل ضخم كتير كبير، بده فريق كتير كبير. هل أنت إليك شركاء ريم اليوم ولا لحالك بتقومي بهذا الجهد؟ أكيد، يعني أنا لما بدي أسوق فلازم يكون في عندي تصميم جرافيك للمنتج اللي أنا عم بسوق له بطريقة كتير احترافية، ولازم يكون في مصور هذا المنتج بطريقة كمان كتير احترافية، ولازم يكون في عنا كمان بالتسويق كادر أكتر مني. أنا هلا بعرف أسوق منيح، بس هو إذا هي الخطوة رح نقومها رح يكون في حدا يساعدني. في أنا عندي حدا هو مسؤول عن التصوير، وحدا مسؤول هو عن التصاميم، وأنا اللي عم بسوق كمان رح يكون في حدا عم يساعدني كمان بالتسويق. يعني فينا نقول إنه في فريق عم يدعمك، أكيد هذا الشيء بيكون يعني حافز لإلك لحتى تستمري. أستاذي علاء، اليوم المشاريع اللي يعني عم يتم التقدم على الأول، يعني اللي عم تتقدم لكم بمنظمة سبارك، هل بتروحوا لأنه دعم في شيء التفريق بين المشاريع اللي ممكن تكون نمطية أو المشاريع اللي ممكن تكون إبداعية، أو بتحاولوا أنه تنبهوا على هاي النقطة أنه خلوا مشاريعكم إبداعية لحتى يكون في إلى فرص ربح أكثر أو أنه تحصل على الدعم المادي؟ أكيد، هلأ بمرحلة التدريبات بيتم تنويه هالأمر هاد، إنه المشاريع لازم ما تكون نمطية، لازم يكون فيها فكرة إبداعية، مش شرط تكون اختراع جهزة، لا، إنه المهم يكون فيها فكرة مميزة عن المشاريع الموجودة حاليا بسوق العمل، بحيث إنه تكون تلقى نجاح بالنهاية. يعني هي بالنهاية المشروع نحن بدنا مهتمين بنجاحه، فلازم يكون فيه شيء مميز عن الموجود حاليا حتى يكون ناجح. فممكن يكون شيء كتير بسيط، يعني مش شرط يكون معقد، بس هذا الشيء بيتم توجيهه عن طريق المدربين، عن طريق بالتدريبات اللي عم بيحضروها. بعدين أثناء المسابقة بيكون في لجنة من الحكام من مختصين، يعني رجال أعمال مختصين بمشاريع الأعمال، بيكونوا هن بيعطوا تقييمات خاصة بالمشروع، وعلى أساس العلامات يعني بيتم تقييم الرابحين. بيتم تأهيلهم من مرحلة لمرحلة. خلينا، هل في كل مرحلة هناك يعني تقييم أو فحص لهذا الموضوع؟
أثناء حضور التدريبات بيبين بصراحة الطلاب المهتمين بحضور التدريبات، الطلاب اللي عندهم أفكار مميزة كتير، هذا الشيء بيبين أثناء التدريب. يعني ممكن حتى يكون في شوي هيك استباق لمين ممكن يكون رابح مشروع كمشروع مميز، بس أكيد القرار النهائي بيكون للجنة الحكام بعد المسابقة. هن بيحددوا، بيكون بصراحة يعني هل في عدد معين مثلا 3 أشخاص أو 3 مشاريع هي بتتأهل مثلا لآخر مرحلة، في عدد معين؟ لا، حسب نحن بالنسبة شو مطلوب مننا من الدعم. يعني انه بالنسبة لنا مثلا هالسنة رح ندعم مثلا خلينا نقول 30 مشروع، السنة اللي بعد رح ندعم مثلا 15، ما حدا بيعرف. يعني حسب كل سنة المشروع مختلف يعني والهدف بيكون مختلف. فهالسنة ربحوا معنا 33 بمسابقة مشاريع الأعمال، بالإضافة كان عندنا 5 مشاريع رابحة السنة الماضية. وأثناء نحن خدمات البزنس انكيوبيشن اللي قدمناها حاضنات الأعمال خلينا نقول، هي كمان نتج عنا عن الخطط اللي تقدمت السنة الماضية، نتج عنا اختيار 5 آخرين، وبالتالي حصيلة المشاريع اللي تتلقى الدعم المالي هالسنة هو 43 مشروع. هو فعلا يعني عدد منيح، يعني يتقدم الدعم ل 43 شخص لحتى ياخذوا خطوة أولية بمشاريع ويكونوا مؤهلين. بدي أتشكرك أستاذة علا المسؤولة الاقتصادية في مشروع التمكين الاقتصادي في منظمة سبار، كل الشكر لك ولحضورك معنا لليوم وللمعلومات. شكرا، وشكرا لفريق العمل، شكرا لراديو رسالة. شكرا لك. تحياتنا لكل الأصدقاء ولكل المستمعين على 98.6 اللي عم يتابعوا مع حلقتنا لليوم معنا بإنتي أدى. حابة أذكر بأرقام الاتصالات على الرقم 0854-447-65. كمان فيكن تتواصلوا معنا على سكايب روزانا.gzt وعلى واتساب اتصال مباشر 0903502538. قبل ما نروح للموجز الإخباري، حابة أسألك سؤال صغير مريم. اليوم انت عدلت الاسم، خطواتك الاولى، قديك انت بحاجه دعم لحتى تستمري؟ هلا كخطوات، انا المشروع اللي فايت له قلت لك انه هو تطبيق وراح يكون له واجهه موقع الكتروني، فهو نوعا ما راح يكون ضخم كبير. فممكن يكون كان في الدعم هو انه انا الفريق اول شيء لازم كنت يعني اجد انه فريق بالمستوى اللي بدي اياه، يعني كان عن طريق المصمم الاحترافي او التصوير الاحترافي او الكادر الموجود عندي. فكان هي حسنت انه تجاوزها وتكوننا بعض. العائق الثاني هو كان يمكن الماده، لحد ما قلت لك يعني المشروع كبير بحتاج الى تكاليف كبيره. اكيد رح نحكي بتفصيل اكثر معك مريم، ولكن حال الوقت لنروح لموعد الموجز الاخباري ونرجع لنكفي بانتهاءها.
موجز لأهم الأنباء يأتيكم على هوا راديو روزانا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار واشنطن بسحب جزء من قواتها من سوريا كان صائبا. وأضاف بومبيو في كلمة ألقاها في جامعة رايس بمدينة هويستن أمس الجمعة أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا لن يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر. أعلنت فصائل معارضة التصدي لمحاولة تقدم من قوات النظام السوري في ريف إدلب بالتزامن مع تصعيد جيش النظام هجمات صاروخية وجوية على ريف المحافظة الجنوبي. وتحدثت الجبهة الوطنية للتحرير عبر معرفاتها في مواقع التواصل أمس الجمعة أنها أفشلت محاولة تقدم لقوات النظام على محور تل دم بريف إدلب الشرقي، معلنة مقتل وإصابة عدد من مقاتلي تلك القوات. انتقد رئيس النظام السوري بشار الأسد الوجود الأمريكي في البلاد، وقال إن وجود القوات الأمريكية سيولد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأمريكيين وخروجهم. وأضاف الأسد في حوار مع قناة روسيا 24 ووكالة روسيا سيفودينيا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تعيش بأي منطقة تحتلها وهي مرتاحة، وهذا ما حصل في العراق وأفغانستان، وسوريا ليست استثناء بالنسبة لهذا الموضوع على حد قوله. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تحرير حوالي 90% من الأراضي من الإرهابيين في سوريا حسب وصفه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب ساهما في مكافحة الإرهاب في البلاد. وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة بريكس بالعاصمة البرازيلية أن روسيا نفذت جميع المهام تقريبا التي حددتها لنفسها في سوريا على حد قوله. قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا يحتاجون إلى العون، في الوقت الذي لا تستطيع فيه المنظمات الإغاثية الدولية المساعدة إلا لنصف العدد شهريا. وحث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حال الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الأول المقبل. نهاية الموجز، بأمان الله.
مرحبا فيكم عن جديد مستمعينا على الإفام على 98.5 واللي انضم لنا عبر البث المباشر. النجاح والتفوق ليست حكرا فقط على المشاريع الريادية إنما أيضا في المجالات العلمية. اسمحوا لي أنه نستمع لقصة المخترعة سيرين حمشو، وهي مهندسة وحاصلة على براءة اختراع دولية لتصميمها نظام عنفات هوائية في عام 2015، وصفتها شبكة البي بي سي أنها ضمن أفضل 100 امرأة حول العالم. ونسميها نحن توربينات الهواء التجارية، هي تقنية حديثة يعني عمرها لا يزيد عن 20 سنة، وبالتالي فيها الكثير من إمكانية الاختراع والتطوير كونه علم جديد نسبيا وانتشر بشكل كبير مؤخرا. بالمقابل في كثير صعوبات نواجهها، خاصة بوجود جسمين في التوربين اللي هو جسم ثابت وهو البرج وجسم متحرك وهو رأس التوربين أو اللي نسميه نحن الماشين هيد. فبراءة الاختراع جاءت تحل مشكلة كانت موجودة في التوربينات نتيجة وجود هذه الجسمين، أحدهما ثابت والآخر متحرك. قدمت يعني عبارة عن نظام حماية ميكانيكية للعناصر الكهربائية الممتدة من أعلى رأس التوربين إلى البرج، وبفضل الله يعني تحول إلى منتج وقمت بتسجيله كبراءة اختراع وتم الموافقة عليه من المكتب. أنا مهندسة إلكترون حاصلة على درس في سوريا، طبعا حصلت على الماجستير في الطاقة المتجددة من فرنسا من جامعة فيرساي، وهلا عم حضر لرساله الدكتوراه في مجال الطاقه المتجدده، واعمل مع شركه جنرال الكتريك في امريكا منذ تقريبا 3 سنوات في هذا المجال. يعني في لها فرصه كبيره جدا ان تطبق في سوريا. سوريا يعتبر من اكثر البلدان العربيه المؤهله لاستحضار هذه الطاقه، كونه نحن بلدنا جغرافيا موقع جيد جدا يعني، وعندنا مسارات، عندنا هضاب وسهول وفيها مسارات هواء ممتازه لاستثمارها بالطاقه البديله. فسوريا يعني جدا جدا مؤهلة لتطبيق هذه، خاصة أننا نحن بحاجة لهذه الطاقة البديلة. عندنا مثال قريب، يعني تركيا إلى الآن أنشأت ما يقارب عدة مزارع تعطي تقريبا 3 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، وهذا يعني نسبة ممتازة، ونحن جارة لها وتقريبا تشارك نفس البيئة الجغرافية ونفس المناخ، فالبيئة مؤهلة بشكل كبير. أرجع لعندك مريم لنحكي أكثر عن مشروعك. أنت قدمتي على المنحة في منظمة رحمة ويعني أخذتي الخطوات الأولية في هذا الموضوع، هل أنت وصلتي اليوم للمراحل النهائية؟ تقريبا فينا نقول تقريبا. هلا نحن المشاريع اللي متواجده هلا صفت معنا بالنهائيه تقريبا شيء 15 مشروع وانا من ضمنهم. رح يكون في لجنه ثلاثيه او رباعيه ما متاكده من العدد في نهايه المشروع، وهي رح تقرر المشروع الرابح اللي رح يربح 15 مشروع. انا بدي اقول لك ما بدي نكشف الخطه لمشروعك شو مخططه بالمستقبل، اكيد هذا بيبقى سري، ولكن بدي اعرف كيف انت عم تحضر لهذا الموضوع. هل فيه آليات بتكون ثابتة لازم تتواجد بالإعداد للمشاريع أو لحتى تتأهلي للمرحلة النهائية؟ مظبوط. أول شيء هلأ إحنا من جديد كان في عنا عدد كتير كبير من ذوي الخبرة من المدربين كانوا متواجدين معنا، إن كان على الصعيد القانوني ولا على الصعيد المالي للإدارة المشاريع أو المراحل المشروع من البدء للنهاية فيه، وكمان كان معنا ناس كمان مسوقين للتسويق الإلكتروني كمان أعطونا كتير معلومات مفيدة واشتغلنا عليها. ولا بلشنا بخطوات المشاريع تبعيتنا كلياتها، الكتابة على الورق فيها كيف رح نبلش فيها، شو الأمور القانونية والإدارة المالية يلي رح نقوم فيها، ولسه بدنا شيء أسبوعين ننتهي من الأعداد النهائي للمشاريع تبعيتنا إن شاء الله. في حال إن شاء الله كان النجاح من حليفك وكان مشروعك هو الفائز، شو هي الخطوات اللي رح تاخديها فيما بعد؟ أول شيء رح نبلش بأخذ الاستضافة والدومين للاسم المشروع تبعي، أنا مسميته من هلا هو دليل الإعلانات والخدمات في تركيا. بعدين أبلش بالتطبيق ورح أعمل موقع مثل ما قلت لك، ونبلش شوي شوي. أنا من هلا عم بجمع داتا للشركات والخدمات الموجودة عنا في تركيا، وصرت كتير منيح، عم جمع عدد كتير منيح وعم بتواصل معهم، تواصلت معهم وفي منهم حتى استجابوا معي وطلبوا إنه ينزلوا إعلانات
محلات للمواد والمنتجات تبعيتهم وبلش انا فيهم من هلا ان شاء الله. يعني كل التوفيق مريم. قبل ما نختم معك بساعتنا الثانيه من انت قد حابه اقول لك يعني او اسالك شو بتنصحي اليوم النساء اللي هن يعني ما عم يعرفوا يوصلوا للجهات اللي بتقدم الدعم، كيف يبحثوا ادوات البحث؟ اول شيء المفروض تبلش بذاتها. اي بنت حابه تعمل شيء لها تبلش بذاتها، وين بتشوف حالها؟ بالاداره، بالتسويق، بالتجاره، باي مجال بدها هي فيها تتميل له، تاخذ معلومات عن طريق كورسات او كورسات اونلاين. في كثير عنا كورسات لمدربين عنا كثير ذو خبره في تركيا، او عن طريق ورشات تعريفيه عم بتصير ورشات كثير كبيره في تركيا، او في فيديوهات على اي منصه الكترونيه من السوشيال ميديا فيها تستفيد منها وتاخذ خبره تكون حالها في هذا المجال يلي هي بتحس حالها قريبه او ممكن تبدع فيه. وبعدين اذا حابه تعمل مشروع فيها تنضم لاي نادي لرواد الاعمال، هو بيدلها كيف تعمل تبلش بالمشاريع، مراحل تاسيس المشروع تبعيتها، الامور القانونيه المطلوبه او الماديه الاداريه، فممكن يساعدها بهذا الشيء. وبعدين ممكن تبلش مشروع بدون خوف، بس اول شيء هي لازم تكون عارفاني المشروع تبع انه لما رح تفوت على سوق معين انه هذا المنتج تبعه هو بحاجته هذا السوق، وهي عم تشتغل على شريحه معينه مستهدفتها هي صحيحه، فيها تشتغل على هذا الاساس، وتكون الفكره تبعيتها مثل ما قلت الاستاذ قبل شوي تكون رياديه، يعني فكره جديده، او ممكن تكون هي فكره قديمه بس مطروحه بطريقه جديده. صحيح. بدي أتمنى لك مريم رجب صاحبة مشروع دليل الشركات والخدمات في تركيا كل التوفيق، وشكرا لك ولحضورك معنا ومشاركتك معنا اليوم. شكرا كثير لك. كل الشكر لك. شكرا. قبل الموجز ذكرنا أنه رح يشاركنا الأشخاص من المنظمات التي تقدم الدعم للمشاريع الريادية، وبيسعدني أنه ينضم لي الأستاذ جهاد الرفاعي منسق برامج التعليم والحماية في منظمة رحمة بلا حدود. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ جهاد. أهلا فيك يا صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. تمام الحمد لله، ويسعد صباحك يا رب. صباحكم خير، أهلا. بداية أستاذ جهاد، إذا بتخبرنا شو هي الخدمات اللي بتقدمها منظمة رحمة؟ منظمة رحمة بلا حدود بتشتغل بالسياق السوري، بتشتغل في داخل سوريا وفي دول اللجوء في الأردن، لبنان، تركيا. نحن نشتغل mainly focusing on children، نشتغل مع الأطفال ونشتغل مع عائلاتهم، بنشتغل على تمكين النساء والشباب بشكل أساسي في المجتمعات. بنحاول إنه يكون في عنا نهج متكامل بيقوم على تكامل الخدمات وتمكين المجتمعات، لذلك خدمتها تكون قائمة على تمكين المجتمع بحد ذاته بشكل أساسي الشباب والنساء. في تركيا مثلا نحن نشتغل تمكين اقتصادي بشكل أساسي، في الداخل السوري نشتغل تعليم وحماية طفل، ونشتغل مشاريع تمكين للنساء والشباب. أستاذ جهاد عم تذكر أنه بتشتغلوا على التمكين الاقتصادي للنساء، هل فيك تخبرنا تفاصيل أكثر عن هاي الفكرة، كيف بتحاولوا تمكنوا النساء اقتصادياً؟
في عدة مشاريع وفي عدة برامج نشتغل عليها. في برامج التمكين الاقتصادي القائم على ريادة الأعمال اللي بتقوم على رعاية وتقديم التدريبات اللازمة وتمكين الشباب سواء كانوا نساء أو شباب ذكور من افتتاح مشاريعهم الريادية الخاصة فيه أو تطوير مشاريعهم. في نهج تاني بيقوم على المشاريع اللي نسميها لحنا سبل العيش اللي قائمة على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى غيرها في الداخل السوري. أيضا بناء القدرات، نشتغل على بناء القدرات للمجتمع وبشكل خاص للنساء في مجال أهلهم لحتى يكونوا فاعلين في المجتمع، يكون لهم دور بحيث أنهم يكونوا قادرين أنهم ينقلوا قدراتهم تجربتهم وخبرتهم لغيرهم من النساء. كمان نشتغل على النساء الأرامل بشكل خاص سواء في سوريا أو في الداخل من خلال تسهيل مشاريع سبل العيش والتمكين الاقتصادي. أستاذ جهاد، هل فيك تخبرنا أكثر كيف اليوم إذا أي حدا عنده فكرة مشروع أو حابب يطرح فكرة مشروع عليكم كيف بيقدر يوصلكم؟ تمام، خلينا نحكي اول شيء في تركيا. في تركيا احنا بدانا بمبادره ستيب فور لايف اللي هي نادي رواد الاعمال السوريين الشباب في تركيا. بدانا في مدينه غازي عنتاب مع مؤسسه البوصلي وشركه 7 ارت. هذا النادي بيستهدف يكون في بيئه حاضنه لرواد الاعمال عن طريق احنا عم نحاول انه نوصل لشرائح من رواد الاعمال السوريين النساء والشباب. انشانا شيء اسمه مجتمع رواد الاعمال الشباب في تركيا، في رابط للانضمام له عم نبعث نشرة دورية، عم يكون في منشورات على صفحة الفيسبوك، على صفحتنا صفحة المنظمة أيضا. عم نحاول نستقطب كل رواد الأعمال الشباب السوريين بعدين نربطهم بمزودين الخدمات سواء كانت هيئات اقتصادية. عم نحاول نطور مشاريعهم بحيث أنهم يكونوا قادرين على الاستمرارية. مشكلة رواد الأعمال الشباب في سوريا سوريين في الداخل هون هي أحيانا عم يكون عدم القدرة على الاستمرارية نتيجة تحديات، نتيجة ضعف بالتخطيط، بالقدرة على فهم السوق، القدرة على فهم المناخ الاقتصادي. لذلك عم نحاول نحن نذلل هاي الصعوبات وعن طريق كيف عم تكون الآلية تماما مثل ما ذكرت. نحاول عن طريق مبدأ كرة الثلج بحيث أنه إحنا عن طريق رواد الأعمال نفسهم نوصل لرواد أعمال آخرين، نعمل مينستريمينج أو خلينا نقول تعميم لفكرة ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي بحيث أنه إحنا نطور حتى من تفكير الناس الشباب يلي هني متخرجين من الجامعة أو عندهم مؤهلات أو قدرات معينة، ستات البيوت اللي عندهم خبرة معينة في شيء معين، يبدأوا يفكروا في إنتاج هاي المشاريع الصغيرة ذات الطابع الريادي اللي قادر انه هي تنهض حتى في المجتمعات. فعم يكون عندنا فوكال بوينتس، عم يكون عندنا نقاط ارتباط في المناطق المختلفه، وعن طريق هاي النقاط الارتباط عم نحاول نوصل لاكبر شريحه ممكنه. في الداخل على سبيل المثال اشتغلنا في معرة النعمان بشكل كثير جيد مع رواد الاعمال ونقلنا شغلنا بعدين على منطقه الدانه. الان في الدانه عندنا ارتباط مع وعندنا شراكه مع كذا مؤسسه من مؤسسه بوينت وغيرها، عم نحاول انه يكون في شراكات مع المؤسسات اللي بتقدم كاباسيتي بيلدينج، بناء قدرات، بتقدم تمكين اقتصادي لحتى نحسن نعمل بيئه حاضنه رواد الاعمال ومجتمع رياده اعمال. نحن بنؤمن انه رياده الاعمال على سبيل المثال هي سبيل للنهوض في المجتمعات، ليس فقط تمكين اقتصادي ولكن ايضا ترتبط بالتمكين الاجتماعي عن طريق خلق هاي الحاضنه اللي هي بتكون جسر بين الشباب اللي حابين يغيروا في مجتمعاتهم ويغيروا من انفسهم. استاذ جهاد، نحن مكفين معك وبالمعلومات اللي رح تفيدنا فيها، ولكن صار الوقت لحتى نروح لفصل اعلاني صغير ونرجع لنكفي. واو، شو هالشعر الحلو؟ شامبو نسمة. وشو السر بنسمة؟ زيت الزيتون والكرياتين. وإيديكي شو ناعمين؟ كمان كريم مطري نسمة بزيت الزيتون. قولي هون دفعة واحدة. الشامبو والكريم والواكس للشعر، أما المطري فللإيدين والجسم، وطبعا لا غنى عن صابون الغار. مع نسمة بتصير برقة النسمة. نسمة كوزمتيك وجودنا نفصل مصنع يردم جولان إرنلر. الوكيل العام شركة الحموي، الشركة الأولى التي تعمل حسب المواصفات التركية والعالمية. حبيبي، لما بتطلع فيه شو بتشوف؟ بشوف صورة قمر مزين بخيوط الذهب. وانت قلت شو قلت؟
خيوط الذهب؟ بدي روح على مركز كلبك وأعمل تجميل خيوط الذهب لشد الوجه وإزالة التجاعيد لحتى يكون غزلك حقيقي وواقعي. إيه بأمرك. وبالمرة عندي شوية تشققات رح أعملهم لأنه قالوا لي إنه المواد اللي عنده ممتازة. لك إيه بس أنا؟ لك من غير بس. بأمرك أنا. قلت شي حبيبي؟ قلت هالأمر بيستاهل خيوط الذهب. كلبك موجود لا يعتني بجمالك. غازي عنتاب جانب محطة ماسل بارك. هاتف 035-022-47-88. لإعلاناتكم على راديو روزانا الاتصال بالرقم 0555-0032-888. مستمرين نحن بحلقتنا معكم من انتي أدى لحتى نوصل لأصحاب الخبرات وكيف فينهم يوصلوا لأصحاب المنظمات حتى يحصلوا على الدعم للمشاريع والأفكار الريادية. أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد عن جديد. أهلا وسهلا. سعيد أوقاتك أستاذ جهاد. اليوم هل فيك تقلي أنه كيف بيتم الإعلان عن المنح اللي بتأعلنوا عنها للمشاريع سواء كان الريادية سواء كان بالداخل السوري أو بتركيا؟ تمام. في نقطة كثير مهمة بدي أشرح في البداية إنه أحيانا نحن رواد الأعمال السوريين نبحث عن المنحة المادية بينما هي بتغطي فقط جزء صغير من احتياجات رواد الأعمال. صراحة من خلال مشاريعنا اللي عم ننفذها من سنتين تقريبا في مجال ريادة الأعمال، الاحتياج الأساسي هو أشياء أكثر أهمية من المنحة المادية، لأنه حتى المنحة المادية ممكن تغطيك شهر شهرين ثلاثة، ولكن أنك أنت تفهم الكونسبت ريادة الأعمال، تعرف البيئة الموجود أنت فيها، تتعرف على رواد أعمال تاني موجودين، تتعرف على شركاء محتملين، على مزودين خدمي، عن موردين، يكون عندك قدرة على التخطيط الصحيح لمشروعك لحتى تتجنب الفشل وتدرس حتى إمكانيات الفشل وكيف أنت استراتيجيتك لمواجهة الفشل. هذا بشكل قيمة مضافة أكبر برأيي بكثير من المنحة المادية. لذلك عطفاً على سؤالك في الداخل وفي تركيا، نحن مشاريعنا العليا في التمكين الاقتصادي عم يكون جزء منها بسيط جداً هو المنح، وهي بتعتمد على بصراحة على المانحين الدوليين اللي نحن عم نحاول ناخذ منهم منح، أو على مكتبنا الأساسي اللي عم يكون في تغطية لبعض المنح نتيجة إيماننا بأهمية ريادة الأعمال. ولكن عم نحاول في المشاريع أنه نحن نخلق البيئة الحاضنية اللي هي ممكن تساعد الشباب سواء في الداخل او في تركيا. فنحن عم يكون في عنا اعلانات على صفحه الفيسبوك، عم يكون في عنا اعلانات على المواقع الاخرى، عم نحاول نوصل للمجتمع المحلي سواء في عنتاب مثلا. في كان تواصلنا مع كل الهيئات اللي بتشتغل في مجال العمل الانساني او التمكين الاقتصادي او غيره، وتم الاعلان مثلا عن فكره ستيب فور لايف، واجانا عدد جيد جدا من الابلكيشنز اللي هي كانت بدها تشارك في البرنامج. غير عن هيك ما قلت لك، الفكرة الأساسية إنه إحنا بدأنا الآن في التعاون مع بقية المؤسسات لحتى يكون في عنا مجتمع كامل نتورك من رواد الأعمال الموجودين في تركيا ورواد الأعمال الموجودين في سوريا. نحن نؤمن إنه ممكن يدعموا بعض بشكل أكثر حتى من دعم المنظمات الموجودة. لذلك هذا النتوركينج بين الشباب السوريين وبين الهيئات الأخرى اللي بتشتغل في مجال الدعم سواء كان إنساني أو اقتصادي أو تدريب أو بناء قدرات، ممكن يوصل لكل شرائح رواد الأعمال ورائدات الأعمال حابين أنه يطوروا مشاريعهم. أستاذ جهاد، أنا بس بدي أنقل لحضرتك مشاركة عبر الفيسبوك عم تطرح علينا خلود، عم تقول أنا أسست مشروع بتمويل شبه معدوم، هو معهد للموسيقى والفنون الجميلة والباليه، وعن طريق القروض الصغيرة حققت نتائج رائعة وقدمت حفلات مهمة لطلاب المعهد، ولكن العائق الدائم كان هو تمويل للنشاطات الذي يعيق إنجاز خطوات أكبر وتقديم كل الطاقات الموجودة والطموحات التي أرسمها لعملي. حابة تستفسر عن كيفية الحصول على الدعم من منظمة رحمة. تماما.
احنا ان شاء الله في يعني بنهايه السايكل الاولى من ستيب فور لايف راح نعلن بعدها عن السايكل الثاني. ممكن تكون في غازي عنتاب صراحه، ممكن ما تكون في غازي عنتاب، ولكن بكل الاحوال احنا مستمرين في نادي رياده الاعمال. راح يكون عندنا انشطه اسبوعي او شهري فينا نقول بعد انتهاء النادي، بعد انتهاء السايكل الاولى راح يستمر النادي، راح يستقطب. احنا بحاجه جدا وبصراحه هيك برنامج، وشكرا لقناه لراديو روزانا لانه هيك برنامج ممكن كثير يساعدنا في انه نتواصل مع رواد الاعمال، رواد الاعمال يساعدوا في انه يتواصلوا مع الهيئات اللي هي بتشتغل في هذا المجال، لحتى نحن نوصل لبعض ونأسس لتمكين لرواد الأعمال. مثل ما قلت لك، أحد القيم المضافة اللي قدمناها في أحد البرامج إنه نحن وصلنا رائدات الأعمال بمصادر تمويل صغيرة أو مصادر قروض صغيرة. في مؤسسات هي عم تبحث عن هاي المشاريع لتمولها، ولكن ليس كمنحة وإنما كقرض صغير سهل السداد، بسيط السداد، إجراءات سداد، وممكن تكون حسب قدرة. هل بيكون في فرصة لحتى يعني فرصة انتظار حتى يعني ياخذ المشروع روجه ويعني يكون في له عائد مادي حتى يقدروا يسددوا هذا المبلغ من القرض الصغير؟ اكيد. هلا نحن تعاملنا مع مؤسسه شارك مشاركه ومع ساعد، في عندك هيئه الشام كمان الانسانيه، مؤسسه الشام الانسانيه كمان، انا بعرف انه هلا بدات ببرنامج تمويل صغير. هاي البرامج كلها عم تستهدف اللاجئين وعم تستهدف النازحين في الداخل، وهي مراعاه لاحتياجاتهم وفيها مراعاه لظروفهم، لحتى فعلا ما يبدا السداد في اول شهر او شهرين، ممكن بعد 3 4 اشهر 5 اشهر لحتى يوقف المشروع على اجره مثل ما بيقولوا، وبصير في عائدات تحسن تغطي هاي القروض. ولكن كمان في شيء مهم، أثناء التدريبات اللي عم نقدمها لرواد الأعمال عم نشرح لهم إمكانية الاستفادة من القروض العائلية. ممكن المصدر الأساسي لرواد الأعمال عادة حول العالم هو العائلي، ولكن أكيد في السياق السوري الأمر أصعب لأنه العائلي والمجتمع أصلا في مشكلة وفي تفكك وفي ظروف النزوح والحرب. لذلك إحنا أحيانا ممكن نعتمد على أطراف أخرى. عم نحاول نوصل، حتى في كان عندنا من أسبوعين لقاء بين رواد الأعمال اللي أسسوا مؤسسين مشاريع وبين رواد الأعمال اللي عم يتدربوا معنا حاليا وفي طور أنه هني يدخلوا في مسابقة ستيب فور لايف. فكان في شيء حلو أنه عم يحضر أحيانا مستثمرين، هدول المستثمرين عم يدوروا على فرص استثمارية في مشاريع رائدة لحتى هني يقدموا قروض أو منح أو يدخلوا شراكة مع رواد الأعمال. الكونسبت الخاص بريادة الأعمال غالبا بيكون في تشاركي، بيكون في مشاركة للموارد، في مشاركة للأفكار. رائد الأعمال بيقدم فكرته، بيقدم خبرته، بيقدم تيم العمل، وممكن كثير انه يلاقي مستثمر يهتم بهاي الفكره. فنحن كل ما كنا قادرين على النضوج في مشاريع رياده الاعمال. للاسف احيانا كثير من اعلم بيجينا مشاريع بتكون هي اما مشاريع غير ربحيه محاجه فقط لتمويل، وللاسف انا بقولها بشكل واضح انه المنظمات بعد 5 6 7 8 سنين صار في شح بالموارد، في تعب من التمويل. لذلك كل ما كان الشخص اللي بده ياسس مشروع هو حاسب مضبوط الريفينيو العائدات من المشروع وكيف راح يصالح مصادر دخل، فبيسهل على حاله وسهل على التعامل مع المنظمات. القيمة المضافة الأخرى المهمة جدا نحن بنقدمها، اللي عم نقدمها هلا إن شاء الله في فور لايف وفي مجتمع رواد الأعمال لاحقا إن شاء الله، إنه نطور دراسة مشاريع رواد الأعمال بحيث هي تكون قادرة على المشاركة في المسابقات العالمية والتركية، وقادرة على المشاركة في أي برنامج يستهدف لتقديم المنح. على سبيل المثال إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا، بس إذا بتكون الكاميرا على وجهك لأنه يعني ما عادت واضحة. تمام هيك منيح. إن شاء الله نحن الأسبوع القادم عندنا لقاء مع المشتركين في ستيب فور لايف، راح نشرح لهم بالتفصيل على مصادر الدعم الموجودة في تركيا. تركيا من الدول، أحد الدول الثمانية أو العشرة الأساسية اللي بتهتم بريادة الأعمال، وعندها منح جيدة جدا للمشاريع الصغيرة. ولكن ما ينقصنا كسوريين هو المعرفة بهاي المنح، معرفة كيف التطبيق بهاي، كيف إنه نقدم أبليكيشن لهاي المنح أو هاي البرامج اللي بتقدمها مؤسسات عديدة مثل جوسكيب، مثل توبيتاك، مثل حاضنات الأعمال اللي موجوده في الجامعه غازي عنتاب. الان في شيء اسمه تكنو بارك يستهدف رواد الاعمال سواء كانوا سوريين او غيرهم. وعلى فكره اللاجئين السوريين معهم بطاقه الحمايه الكملك عم تتقدم لهم برامج كثير الان من هاي المؤسسات نتيجه التمويل عم يجي من الاتحاد الاوروبي لهي المؤسسات اللي بتستهدف تثبيت السوريين في تركيا وعدم هجرتهم لاوروبا. لذلك هلا حاليا هذا الترند حاليا في تركيا الان اللي هو مشاريع رياده الاعمال. ما ينقصنا هو دراسه جيده للمشاريع، معرفه باللغه التركيه، ومعرفه باماكن التطبيق. وهي ان شاء الله عم نحاول نقدمها نحن من خلال رحم بلا حدود. قد نكون في رحم بلا حدود وبقيه المنظمات عندنا قدره محدوده جدا على التمويل، ولكن قدرتنا بصراحه والقيمه المضافه هي من خلال هاي الاشياء تكون كثير كبيره.
شكرا كثير لك استاذ جهاد الرفاعي، منسق برامج التعليم والحمايه في منظمه رحمه بلا حدود. شكرا كثير لك ولمشاركه المعلومات اللي افدتنا فيها. نحن جاهزين لاي خدمه واي حدا بيحتاجنا. صفحتنا على الفيسبوك، الموقع mercywithouttennis.org متاح في كل المعلومات ان شاء الله عز وجل، ومكتبنا موجود ان شاء الله في غازيانتاب. يا اهلا وسهلا، نحسب جهدنا وكل ما نستطيع لمساعده السوريين. كل الشكر لك استاذ جهاد. إحدى مشاركاتكم على الفيسبوك على البث المباشر أدونيس عم يسأل لماذا لا تقوم المنظمات التي تهتم بحقوق المرأة بإعداد ورشات تدريبية على أرض الواقع لتمكين المرأة في هذا المجال من العمل. أدونيس عفوا، بدي أقول لك أنه في كتير من الورشات اللي عم تحاول أن توصل للنساء وتقديم كتير من الورشات التدريبية لحتى تفيدها وتصير المرأة فعالة في مجتمع. قصص نجاح النساء السوريات لم تسمح للعوائق الاجتماعية أو الظروف أو أي تفصيل أن يقف في وجه أحلامها. اسمحوا لي أنه نستمع لقصة السيدة تهاني زليع، امرأة خمسينية استطاعت النجاح بتفوق في المرحلة الجامعية. أنا تهاني نواف الزينة، قدمت بكالوريوس العام مع ابني ونجحت الحمد لله، سجلت بالإرشاد النفسي والحمد لله السنة ترفعت أو نجحت بالأحرى وأخذت في المركز الأول على الدفعة من فضل الله، مع العلم أنه أنا أعتبر مرأة عاملة، عندي محل نباتات طبية بشتغل فيه أنا وجوزي، وفي معي أسر بتجيب لي أعشاب نباتات طبية، يعني مشروع أسري. نحن من قرية مفعلي والمحل بسويدة. دعم نشكر الله، جوزي إنسان كثير رائع متفهم، بس قلت له حب يقدم بكالوريا مع ابني، يعني هيك بدي ضل بيني مشغول، وهيك بتعرف البكالوريا عنا بتسوي توتر للناس، بقدم أني وياه وحبي إنه إذا نجحت بدي كفي دعمني. فسجلت إرشاد نفسي، جبت 1880 عليهم، سجلت إرشاد نفسي وبالإرشاد نفسي الحمد لله نجحت وطلعت الأولى على الدفعة. بشكر إدارة الكلية كلهم، الكادر التدريسي والكادر الإداري، وبشكر زملائي الطلاب وأبنائي، كثير يعني جو مريح وحلو، وما حسيتش بأي فارق، يعني حسيت إنه هن أنا تقبلتهم هن تقبلوني، يعني أنا مرة عمري 51 سنة مع طلاب بين 20-19 سنة ل18 سنة، هيك عمرهم هن معه، وكله الحمد لله يعني علاقة محبة وصديقة ورفقة أنا وياه.
بانتظار نحن تعليقاتكم واتصالاتكم المتاحة على الرقم 0850447565 وعلى سكايب rosana.gzt وعلى واتساب اتصال مباشر 0903502538. مستمرين نحن معكم بقصص النجاح للسيدات السوريات اللي استطاعوا أن يحدثوا تغيير الإيجابي في حياتهم وفي حياة الآخرين. ريم صابوني إحدى النساء اللي استطاعت تقديم الدعم لأكثر من 3000 امرأة من مختلف الجنسيات وأغلبهن من النساء السوريات. للحديث أكثر عن نشاطها بيسعدني أن تنضم لألي السيدة ريم صابوني عبر سكايب. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم أستاذ ريم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم يا رب وصباح كل اللي عم بيستمعونا لإلنا. يسعد صباحك يا رب وأهلا وسهلا فيكي معنا عن جديد. أستاذ ريم، فكرة Arab Mom Club شو كان الهدف منها وكيف تطورت؟ Arab Moms Club دايما أنا بقول أنه هي مش مجرد فكرة، هي حلم لكل أم عربية تطمح إلى أنه تكون رحلة التربية رحلة ممتعة وسهلة بنفس الوقت. Arab Moms Club هي فينا نعتبرها قصة حياتي أنا، يلي من خلالها قدرت أنه أوصل لطريق ممتع وسهل في عملية التربية رغم كل الصعوبات اللي واجهتني ورغم كل التحديات. جربت أن يكون أم حديثة منسميها نيو مام، جربت أن أنا أكون أم عزباء سنجل مام، جربت أن أنا أكون أم لاجئة أو مغتربة. فكل الصعوبات اللي عم تواجه الأمهات العربيات حاليا بصراحة عم بتأثر على عملية ونوعية التربية. فمن هذا المنطلق حسيت أنه أنا بإمكاني أني أوصل رسالة لكل أم أنه بإمكانك أنك تمارسي أمومتك وبكل متعة وسلاسة وتحاولي أنك تتجاوزي التحديات والعوائق والصعوبات بشوية تدريب واستشارات بمجتمع بكوميونيتي داعم لإلك سبورت من الأمهات. فلذلك من هون إجت فكرة Arab Moms Club. بصراحة نحن بنحمل شعار اسمه أمومة واعية. فكرتنا قائمة على أنه نحن كأمهات بإمكاننا أنه نحدث التغيير الأفضل في العالم، ونرى وسيلتنا في ذلك أنه التربية هي وسيلتنا نحو تغيير العالم لحتى يعيشوا أطفالنا ببيئة أفضل إن شاء الله. يعني ريم صابوني اليوم حصلتي على العديد من الجوائز وكتير حصلتي على المراكز، شو اللي تم تقديمه بالمركز حتى استطعتي يعني الوصول هذا لهذه المكانة واستطعت بنفس الوقت استقطاب أكثر من 3000 امرأة؟ تمام. بصراحة نحن من خلال سنة ونصف من العمل مشروعنا لا يزال في طور بدايته، ولكن الحمد لله حققنا نجاح، حصلنا على المرتبة الأولى في مسابقة المبادرات الشبابية المقامة في معرض القاهرة الدولي عام 2019 الفائت، يعني حصلنا على المرتبة الأولى وتم تكريمنا أيضا من قبل وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية. النجاحات أو الإنجازات اللي تم تحقيقها في Arab Moms Club ناجمة عن كون الأم بحاجة إلى الدعم النفسي والاحتياج الواضح لدى جميع الأمهات أيا كانت هذه الأم في أي دولة عربية. طبعا نحن استطعنا الوصول حاليا إلى الأمهات المقيمات في جمهورية مصر العربية ومنقدم خدماتنا طبعا سواء للسوريات أو المصريات أو حتى عن الجنسيات مثل الفلسطينيات والعراقيات والليبيات. استطعنا الوصول أيضا لمجموعة من الأمهات في تركيا، في سوريا، في الإمارات، وحاليا نتواصل مع مجموعة من الأمهات في المغترب الأوروبي. الخدمات اللي بيقدمها شو اللي بتقدموه وخاصة للنساء اللي بالمغترب الأوروبي مثل ما ذكرتي؟ تمام. حديثا بصراحة بسبب ظروف اللجوء والنزوح وحالة الأزمات اللي لها مستمرة تقريبا قرابة 7 سنوات، طبعا لا شك بأنها هي أزمة اجت على الكيان النفسي بشكل مبدئي وبشكل قاسي جدا. ولا شك بأن الأم هي الكائن الأكثر ضغوطا في العالم بشكل طبيعي، يعني إذا هي كانت أم مستقرة في بلدها فهي عم
تعاني من ضغوط نفسية تحتاج دائما إلى السند والدعم النفسي، وتحتاج أيضا الأمومة إلى التدريب والاستشارات والتطوير والتأهيل. يعني دائما نحن فكرتنا في أرب مامز كلب إنه الأم هي مهنة، إذا اعتبرناها يعني كمهنة تقوم بها المرأة وتعمل بها المرأة مدة 24 ساعة، فهي حقيقة لا تتلقى هذه المهنة لا دعم ولا تطوير ولا تأهيل ولا استشارات، ولا أيضا تحصل الأم مقابل هاي الخدمة أو هاي المهنة على إجازات. طبعا أكيد ما بتتكسب الأموال من خلال هاي المهنة، ولكن نحن إذا فعلا نظرنا إليها على هذا الشكل فنحن حنشوف أنه الأم هي الأكثر كائن اللي بيحتاج إلى دعم نفسي لحتى يقوم بواجباته على أكمل وجه. فمن خلال دعمنا النفسي للأمهات، ومن خلال أيضا تقديمنا لورش العمل والكورسات والاستشارات والدعم النفسي، استطعنا أن نخفف من الأزمات النفسية اللي عم تتعرض لها الأمهات العربيات مثل ما قلنا بشكل عام. فلذلك نحن لمسنا النيد أو الاحتياج الشديد والعميق الموجود لدى جميع الأمهات، وبنفس الوقت هذا الشيء عم يأثر على جودة ونوعية عملية التربية والتواصل مع الأبناء بشكل فعال. فبالتالي فعلا نحن قدرنا أن نقدم دعم نفسي كبير، قدرنا نقدم استشارات، قدرنا نجاوب على جميع المشاكل والأسئلة، ولا زالت الحمد لله تردنا بشكل يومي. فأعتقد أنه هذا هو السبب، لما بتلمسي الاحتياج الإنساني البشري المشترك لدى جميع فئات الأمهات، فمن هون أنت بتكوني فعلا عم تحققي فائدة أو added value، قيمة مضافة من خلال مشروعنا. أستاذة ريم، أنا بدي أسألك، أحدى الصديقات عم تشاركنا على الفيسبوك على البث المباشر عم تقول أنه هي متواجدة في سوريا، فهل ممكن يكون الدعم مقدم لها في هذه الحالة؟ أكيد طبعا، نحن قلنا وصول وقلنا سفراء، لدينا سفيرة في سوريا، سفيرة في تركيا، سفيرة في الإمارات، بإمكانها فقط تتواصل معي عبر الخاص وأنا رح أوصلها بشكل مباشر للجروب، جروب الدعم الموجود عنا. ونحن مستمرين عبر الأونلاين بتقديم خدماتنا، فالأمر بسيط جدا بالوصول لنا إن شاء الله. اليوم ريم صابوني بتحلمي أنه يكون مركز عرب مام كلاب هو المصدر المعلومة الأساسية التربوية الصحيحة للأمهات، شو اليوم أنت بتحتاجي حتى توصلي لهي المرحلة؟ تمام، بالحقيقة مع الانفتاح طبعا الثقافي والمعرفي والاجتماعي الموجود واللي بتتيحه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح أمر الوصول للمعلومة أمر سهل، ولكن المشكلة تكمن في هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة، ومن الذي يقرر مصداقية هذه المعلومة أو صحتها من عدمه. فهون نحن الحقيقة وجدنا في أرب مامز كلب نحن بحاجة استشارة الخبراء في كل مجال، والحمد لله تمكننا من جمع فريق من المدربات والاستشاريات من الأمهات برضو أنفسهم، لأنه إحنا مشروعنا قائم from A to Z، من الألف إلى الياء بأيدي الأمهات. فلذلك مصادر المعلومات كلها بتتم مراجعتها من قبل أخصائيين وخبراء واستشاريين. وبصراحة مثل ما قلت المعلومات كثيرة وموجودة ومتوفرة على الفضاء الإلكتروني، صحيح ومتاحة، ولكن الفكرة تكمن هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة. فهون نحن بحاجة للكثير من التمحيص والتدقيق والمراجعة لهي المعلومة لحتى نقدر نقدم فعلا للأم معلومة منا مغلوطة، وكثرة انتشار المعلومة ليس دليل أبدا على صحتها. طبعا نحن شو بنحتاج؟ بنحتاج انتشار أوسع لحتى نقدر نوصل لشريحة أكبر من الأمهات، وهذا الشيء يعني بفضل من الله عم نقدر نحققه. قريبا إن شاء الله موقعنا الإلكتروني رح يكون متاح، نحن كمان عم نشتغل عليه، وكمان كله بأيدي الأمهات. فنحن يمكن شوي كمان العائق بيكون دعم مادي، تمويل. لا يوجد تمويل، كل تمويلاتنا هي بتكون ذاتية أو من خلال المنح اللي بنقدم عليها عن طريق مسابقات ريادة الأعمال. ريم صابوني صاحبة نادي الأمهات السوريات في القاهرة، شكرا كثير لك ولمشاركتك معنا لتواجدك. العفو، أهلا وسهلا، شكرا كثير، مع السلامة.
قصص النجاح والنساء المؤثرات ليست فقط في بلدان اللجوء، وإنما أيضا هناك نساء في الداخل السوري يدفعن بكل قوتهن بعجلة الحياة للوصول إلى أحلامهم. أحلام الرشيد عملت مع النساء بالمخيمات في محو الأمية، وأكملت فيما بعد بمجال تي بي في، وهي مصنفة بين أكثر 100 امرأة مؤثرة في المجتمع حول العالم. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أستاذة أحلام. أهلا وسهلا فيكم، الله يسعد هالصباح يا رب. يسعد صباحك. شكرا يا رب. هلا أستاذة أحلام، اخترتي في البداية أنك أنت تنزلي للمخيمات لحتى تدعم النساء، شو اللي دفعك؟ اللي دفعني هو الحرب اللي أدت لنزوح كثير من الناس لأماكن ما كانت تخطر على بال، واضطروا يعيشوا في خيام. الخيام هي كانت المكان الأكثر ألماً بنفس الوقت اللي هي الأكثر حناناً وأمناً للعائلات النازحة. وعندما يتذوق الإنسان الألم أكيد سيكون عنده قدرة كبيرة على الإبداع، فمن هذا المنطلق اخترت انت يعني النزول للمخيمات وتقديم الدعم للنساء. اخترتي كمان اخترتي استاذة احلام انك تتحدي الواقع الصعب في سوريا والعطاء، حتى وصلتي لتصنيفك انك احدى النساء بين اكثر 100 امرأة مؤثرة حول العالم او في المجتمع. كيف قدرتي توصلي لهي المكانة، وشو هي التحديات اللي قدرتي تتخطيها؟ هلا أنا وصولي لهون هو نتيجة تحديات، نتيجة أعوام من العمل والكفاح ليلا نهارا في المخيمات ومع النساء ومع الفتيات ومع طلاب العلم. صراحة أنا مو بس اخترت، أنا فرض علي هذا الواقع نتيجة الحرب. أنا إحدى النازحات إلى المخيمات، أقمت في المخيمات لمدة عام ونصف، وكنت من النساء الأوائل اللواتي بدأنا يعملنا جلسات التوعية ويقدمنا محو الأمية للنساء دون أن أعرف أنني أجري جلسات توعية بشكل تلقائي بشكل تطوعي. من هذه الجلسات طبعا كان هناك أيضا دورات تعليمية للطالبات الثانوي والإعدادي. هؤلاء الطالبات أكملنا دراستهن، والنساء أكملنا تعليمهم. يعني بعد شوي رح أحكي لكم أنا عن قصص صارت معنا، مثلا قصة امرأة كانت لا تجيد الكتاب والقراءة وهي في السبعينيات من العمر، تعلمت القراءة والكتاب وأصرت على أن تتعلم اللغة الإنجليزية أيضا من أجل مساعدة أحفادها الذين توفى والدهم نتيجة الحرب، وأيضا قامت بافتتاح محل الألبسة وعاشت بحياة كريمة، يعني دون أن تنتظر السلة الغذائية أو تنتظر من يستغلها أو أن تتعرض لمعاناة. بصراحة المخيمات أنا أعتبرها هي المكان الأكثر ألماً والأكثر أملاً، لأن الإنسان دائماً يتتلمذ على يد الألم، وكلما تعلم أكثر كلما أصبح مبدعاً أكثر. المخيم يعني تغيرات نفسية واجتماعية واقتصادية من كل النوع. تغيرت الحياة بكل معنى الكلمة، الحياة الأسرية التي كانت يعني كان المنزل يحنو على أطفاله، على الزوجة، على الزوج. فقد الزوج فرصة العمل، فقدت الزوجة غرف أطفالها، فقدت الأطفال. اليوم أنت من تجربتك من التهجير واللجوء قدرتي أنك أنت من هذا الألم أنك أنت تتوجهي للدعم، شو بتنصحي النساء اليوم اللي عم يسمعوكي اللي عندهم هدف بحياتهم وما عم تسمح لهم الظروف أنهن يوصلوا لمبتغاهم؟ صراحة عزيزتي نحن بتواجهنا كثير نساء من هذه النوعيات، انه هن عندهم اهداف وعندهم قدرة على انهم يحققوا هاي الاهداف، ولكن هدول النساء بيحتاجوا بس فقط دعم ودفع الى الامام. اكبر انجاز بيقدمه الانسان لنفسه هو انه ما يرضخ للواقع، هذا انا اللي حابه اني وصله للنساء، انه ما يرضخ للواقع المر، انه هو بيقدر يغير. ما في شيء اسمه مستحيل في الكون، ولا في القرآن ولا في الكتب السماوية. نحن عندنا نساء اميات حسنوا يتعلموا، عندنا فتيات وقفوا لفترة أنه نحن ما عاد فينا نكمل تعليمنا، ما عاد فينا نروح على الجامعات، لا بالعكس كملوا تعليمهم. هلأ هني في كليات الطب والهندسات، وبعض منهم جوا في تركيا تخرجوا في منذ فترة، كان في تخريج لدفعة من الطلاب السوريين في كليات الهندسة في غازي عنتاب. من ضمنهم كان في طلاب أنا كنت درسهم بالمخيمات وصحت لهم فرصة أنه دخلوا. النساء دائما هني يعني كتلي من النشاط، كتلي من العطاء. هني مو بس
أنا بحب أوجه لهم الرسالة إنه مو أنتوا نصف المجتمع بس، لا أنتوا كل المجتمع، لأنه أنتوا النصف اللي عم يبني النصف الآخر، أنتوا اللي عم تصنعوا الأجيال، وأنتوا اللي رح يكون الأمل معقود عليكم صراحة. كل ما كانت المرأة قوية، كل ما كانت معطاءة، كل ما كانت منجزة أكثر، كل ما كان المجتمع أكثر نجاحا. تماما أستاذة أحلام، أنا بدي أسألك برأيك اليوم النساء في سوريا هن بحاجة ماذا ليبدعن؟ النساء عندهم أفكار وعندهم قدرات، ولكن بحاجة إلى دعم، إلى تشجيع، إلى إتاحة فرص صراحة. صحيح المخيمات تحوي آلاف بل مئات الآلاف من النساء، لكن ليس هؤلاء النساء لديهم الفرصة المتاحة أمامهم. ابحثي عن الفرصة أنت واغتنمي هذه الفرصة وابدأي حياتك، حتى لو كان من نقطة الصفر، فسلم النجاح يبدأ بخطوة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بدي أتمنى التوفيق لك أنت شخصيا أستاذة أحلام بعملك وبالمبادرات اللي عم تقدميها، وأتمنى التوفيق أيضا لكل النساء اللي عم تسعى لحتى توصل لهدف المنشود. شكرا كتير لك ولمشاركتك معنا اليوم. إن شاء الله، شكر لكم، إن شاء الله بنلتقي بنجاحات أكثر وبتحقيق أهداف للنساء أكثر. شكرا كتير لكم. شكرا كتير لك. عملت مجموعة من الشابات السوريات المتطوعات ضمن فريق أثر الفراشة في مدينة معرّة مصرين شمال إدلب على فكرة تحويل صنادق الحرب إلى رفوف مكتبية تحوي كتب متنوعة بهدف إيصال رسالة السلام للعالم وإحياء ثقافة القراءة. وقد عملت الشابات أيضا على جمع الكتب عن طريق إطلاق حملات التبرع من داخل وخارج سوريا لتصل في نهاية المطاف إلى المكتبة التي بدأت بمئة كتاب وبعض اللوجستيات من منظمات إنسانية متبرعة والمستفيدات من فئات عمرية متنوعة. وقد استمر هذا العمل على مدار 3 سنوات متواصلة وبتنفيذ أنشطة ثقافية عديدة تقوم على جلسات حوارية ومناقشات لبعض الكتب، إضافة لتعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية. لنوقف أكثر عند هذا المشروع وهذا الموضوع، بيسعدني أنه تنضم لي الأستاذة رجاء معمار. أهلا وسهلا فيك أستاذة رجاء. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أستاذة رجاء. خليني أعرف كيف أسستوا لفكرة المشروع. أول ما انطلقت فكرة مكتبة أثر الفراشة انطلقت من واقعنا اللي احنا عايشين فيه، لما لاحظنا أنه كان في انخفاض كتير كبير في نسبة القراءة وإقبال هذا الجيل بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ندرة تواجد الكتب المطبوعة عنا في المحرر. جمعنا نحن الفريق التطوعي من الفتيات وبادرنا بإنشاء مكتبة من صناديق الحرب في منطقة معارض مصرين في المنطقة في مدينة إدلب. انطلقنا بمئة كتاب تقريبا، كانت عبارة عن تبرعات أو عن مصاري نحن طبعنا فيها كتب أو حاول نأمنها هم المحرر، وانطلقنا فيها بأبو مدرسة مهجورة، وكانت انطلاقة أثر الفراشة تقريبا من سنة ونصف. شو هي طبيعة التدريبات اللي بيتم تقديمها للمركز، وكيف بتقدروا توصلوا للأشخاص لحتى تدعوهم لهاي التدريبات؟ نحن أكثر شيء نستهدف الفتيات والأطفال الصغار والنساء الشابات، نعملهم تدريبات، أحيانا نعمل تدريبات أونلاين، أحيانا نعمل تدريبات هون في المكتبة، نعمل مناقشات وجلسات كتب، نناقش بعض الكتب، جلسات مناقشات عامة، في عنا تحديات إلكترونية بنعملها أحيانا هون في المكتبة. طريقة تدريبهم فيها هي عن طريق الفيس، يعني ننزل منشور ويكون استدعاء الفتيات، أو عن طريق نحن هون فتيات بين بعضنا. والحمد لله في إقبال كتير كبير من الفتيات على الاستعارة وعلى المناقشة وعلى الجلسات وعلى الدورات التدريبية. ابتدأت أستاذة رجاء بمئة كتاب، ومن بعد أطلقت مثل حملة تبرع لحتى يوصلكم عدد من الكتب، كيف كانت هاي الحملة؟
تمام. نحن بعد ما انطلقنا بمئة كتاب وشفنا أنه لازمنا أكثر كتب، أطلقنا حملة إلكترونية على النت وشاركنا فيها عدد من الشبان المثقفين في الداخل وفي الخارج. وصل عدد تبرع الكتب لأكثر من 500 كتاب بالحملة الأولى. ولما حققنا بالحملة الأولى نجاح كتير كبير، أطلقنا حملة تانية لحتى وصل عنا عدد الكتب في المكتب لأكثر من 850 كتاب. كانت الكتب متنوعة بين سياسي وثقافي وتاريخي وفكري، روايات، وحتى تم تزويدنا بمكتبة للأطفال، يعني بعض الكتب تم تبرع بها خاصة للأطفال. والحمد لله حاليا مكتبة أثر الفراشة بضم أكثر من 850 كتاب لمختلف الفئات العمرية وبمختلف المجالات والاختصاصات. ختاما أستاذة رجاء، حابة أسألك وين بتطمحوا اليوم توصلوا بأثر الفراشة؟ نطمح اولا انه مركزنا اثر الفراشه يتوسع اكثر واكثر، ويكون في مراكز وفروع كثير لمكتبه اثر الفراشه في المحرر. ونطمح كمان انه يكون عندنا مكاتب متنقله هون في المحرر، سواء للاطفال سواء للفتيات الشابات، ويوصل اثر الفراشه لاكبر مكان. ان شاء الله كل التوفيق بيكون حليفكم دائما، وشكرا كثير لك ولمشاركتك معنا، وبعتذر منك على ضيق الوقت. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك والله يجزيكم الخير. شكرا كثير لك. متابعينا ومستمعينا، حلقتنا لليوم ببرنامج انتي ادهى شارفت على الانتهاء. الشكر الاكبر موصول لكم ولمشاركاتكم عن طريق مواقع السوشيال ميديا، وايضا الشكر الاكبر موصول لفريق انتي ادهى. بودعكم على امل اللقاء فيكم بالاسبوع الجاي بحلقه جديده وموضوع جديد ببرنامج انتي ادهى. لأن التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي يحاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك أنت أدهى.